الآن حسوي شوية تمارين، بعضها تمارين إطالة وبعدها تمارين تقوية. تعال يا أبو خالد نام على ظهرك. ممتاز. أبغاك ترفع لي ركبك بهذه الطريقة، ممتاز، تخليهم مضمومين على بعض واليدين على الجنب. أبغاك ترفع لي حوضك للأخير، ارفع الحوض، فقط الحوض، ارفع ارفع ارفعه، وحس لي إن هذه العضلات عم تشتغل صح، وارجع انزل. هذا التمرين راح يتكرر كمان. أوكي، ارفع ارفع الحوض. هذا التمرين راح يتكرر بحدود 30 40 مرة على فترات كل 10 وبريك. ممتاز، ابغاك تشد العضلات هذه قدر المستطاع. ممتاز، كمان، ممتاز، ممتاز، كمان. وهذا اول تمرين. نعمل تمرين استطالة لعضلة الفخذ بالكذا. ايوه، لحد ما يقول اه لازم نعمل التمرين ونعد. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. نفك. وبعدين نشد. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. نفك. ونكرر التمرين الرقبة الثانية بالطريقة دي. حسيت بالشد. ثلاثة، أربعة، خمسة. طيب الآن في عندنا تمرين للظهر. حط لي كفين يديك تحت الأكتاف بالضبط. الآن أريدك ترفع لي بس صدرك بالضبط. ممتاز، كمان كمان، ارفع كوعك خليه مستقيم وارفع لي رأسك وانزل. انزل لتحت، ارجع لوضعك الطبيعي. كرر هذا التمرين، ارفع ارفع. هذا التمرين لازم يتكرر 10 مرات. لا، حوضك ما يرتفع عند السرير، بس الأكتاف والصدر. كمان كرر. أنا ممكن أني أثبت المريض، أيوه، لأنه في عنده طبعا تصلب، فعم يرتفع الحوض، مفروض الحوض ما يرتفع عن السرير. الآن أريدك تقعر الظهر وتقوسه. ممتاز، ارفع لي رأسك، أبغى الحوض والرأس مرفوعين والظهر مقوس. ممتاز. والآن اعمل لي العكس، نزل الرأس ونزل الحوض وخلي الظهر يتحدب، شد لي عضلات البطن. ممتاز، بهذه الطريقة. كرر كرر التمرين، ارفع رأسك وارفع الأكواع مشدودة بس الحوض والرأس. ممتاز، قعر قعر الظهر. ممتاز، الآن تحدب، حدب الظهر، شد لي عضلات البطن. ممتاز، بهذه الطريقة. كمان راح نكرر التمرين 40 30 40 مرة لفترة 10 10 10 مع بريك. ممتاز. اوكي، تمرين اخر. نام على ظهرك ابو خالد، نام على ظهرك. الان باليدين على الجنبين عشان تسند نفسك، ارفع لي الرجلين مع بعض، ارفعهم على فوق، اتحرك، خذهم لاخر ما يمكن، كانهم عم يطيروا. اوكي، ورجع جيبهم لعندي قبل ما يلمسوا السرير. ارجع رجعهم لعندي، ممكن تاخذ راحتك، ما في مشكله، خذهم إلى الطرف الآخر بدون ما ترفع كتفك عن السرير. ممتاز، ورجع رجعهم للطرف الآخر. ممتاز، كمان هذا التمرين ممكن يكون صعب في البداية لكنه جدا مفيد لعضلات الظهر كتقوية وكإرخاء للعضلة. الآن كمان حنشوف تمرين، هو تمرين إطالة. اجلس يا أبو خالد، ما هي مريحة طبعا، هذه الوضعية ما راح تكون مريحة ابدا للمريض اللي عنده الم اسفل الظهر. راح يزيد الالم طبعا بسبب انه عنده شد في العضلات اسفل الفخذ، ولانه عنده كمان شد باسفل عضلات الظهر. هذه الوضعية لازم نعمل فيها اطالة. المس لي رؤوس اصابعك عشان انا ساعدك بالاطالة. ممكن اني اضغط عليه من الظهر، نعم، بهذا الشكل راح يتالم المريض، لكنه وضعية مفيدة ومريحة جدا. خذ بريك، خذ بريك، بإمكانك تعيده كمان. المس لي رؤوس أصابعك. ممتاز، ممتاز جدا. طبعا إذا كمان ممكن نضيف أني أنزل الرأس، بس حيحس بكهرباء. تحس بالكهرباء يا أبو خالد؟ ممتاز. كمان الآن تمرين لإطالة العضلات واسترخاء العضلة. أريدك الآن يا أبو خالد ترفع لي هذه الركبة، أرفع، تحط لي الكوع هذا هنا واليد هذه هنا ورا، يعني انك عم تحذفها، وبذراعك هذه لف ظهرك، خليه يلف، استخدم الذراع هذه بلف ظهرك، ايوه، بحيث انك تحس ان هذه العضلات عم تنشد من الطرفين. اوكي، بامكانك تزود الاطاله بقوه ذراعك.
طبعا هذا تمرين إطالة، فلازم يمسك التمرين بهذا الشكل لفترة معينة، ممكن تستمر لستين ثانية، 30 إلى 60 ثانية، ويتكرر التمرين. جرب الطرف الآخر. تمرين آخر أيضا للظهر، استرخي بالكامل، استرخي وحط لي يدينك على كتفك، استرخي استرخي استرخي. أيوة أيوة أيوة. والآن اعمل بالعكس، أريدك تشد ظهرك بالكامل، تشد الفقرات من هنا، حاول أنك تصد الكورة بصدرك. أيوة، ارفع علي ارفع علي، كأنك حتستقبل هنا كرة قدم، شايف؟ شد لي ظهرك، عضلاتك بالكامل، ممتاز. رجع لي اكتافك لورا، ممتاز. وارجع اعكس لي الوضعية الأولى، استرخي 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 بالكامل، ممتاز. وارجع شد، ارجع شد، كرر التمرين، كرر التمرين، شد هذه العضلات، شد العضلات السفلية، كأنك هتستقبل الكرة من هنا، ممتاز. وارجع كرر بهذه الطريقة، ارجع شد، ممتاز جدا، ممتاز جدا. الحين يا ابو خالد عملنا لك تقريبا جلسه كامله، وكيف احساسك بعد هذه الجلسه؟ وش حسيت فيه؟ احس براحه اكثر. احس براحه اكثر. طيب إيه، خلينا نختبر ده الشيء عمليا. المسروس اصابعك نفس الاختبار الاول طبعا حنعمله، وارجع ارفع ظهرك، هل تحس بالالام؟ شيء بسيط، شيء بسيط، اخف عن السابق، ممتاز. الان ارجع المس لي ركبتك على جنب من الجهه اليمنى، كيف تحس الالام؟ ما في الام. جرب لي على الرجل اليسرى، هذه كانت طبعا الحركه اللي عم تسبب له الالام، كيف الالم؟ في الم لكن واضح، بس مش نفس اللي فات. بنسبه كم؟ يمكن 50%. 50% الالم خف، ممتاز. جرب لي حركه الخلف، اللي هي الحركه اللي انك تحط يدينك على المقعده ويرجع ظهرك. ما في ألم. مثل ما شفنا أعزائي المشاهدين، دحين تقريبا ألمه الكامل اللي كان يحس فيه تقريبا خف بنسبة 50 إلى 70%. هذه الحركات بإمكانك تسويها في البيت، الآلام أو التمارين هذه جدا مفيدة لآلام الظهر وآمنة جدا، بإمكانك تعملها في البيت إذا اتبعت هذه الخطوات بشكل صحيح. شكرا لكم المتابعة، أتمنى أنكم تشتركوا بالقناة وتعملوا لنا لايك على الفيديو وتتركوا لنا تعليقاتكم أو أي أسئلة تحطوا لي إياها بصندوق التعليقات، وشكرا لكم. أخيرا طبعا بنحب نشكر ضيفنا أبو خالد وعلى حسن استقباله وصبره معنا. شكرا لك يا أبو خالد، وشكرا لكم، نحن نتمنى لك كل الصحة والعافية. الله يعافيك، شكر لك وجمهورك، وإن شاء الله الاستفادة للجميع.